في كلمة الكاظمي اليوم في ميسان قال بأن البلد يمر بظروف سياسية معقدة ويجب عدم فسح المجال لاستغلالها من أجل إشاعة الفوضى. هل تأخذ الأعمال الإجرامية في ميسان منحا سياسيا برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أنه ما يجري في ميسان هو ليس بعيدا عن السجالات السياسية، وما يؤسف إلى أن هناك صراع على النفوذ في ميسان يؤدي إلى تنامي أعمال العنف. وحتى إذا تحدثنا عن قضية الجريمة المنظمة وقضية المخدرات، هي أيضا تأتي في ظل قدرة لهذه الجماعات على تخطي الإجراءات الأمنية والإجراءات الاحترازية. ومن يستطيع أن يتخطى الجهد الأمني وبهذا الشكل وبهذه الكيفية، معنى ذلك هو يحظى بدعم سياسي، ولولا الدعم السياسي لكانت الأجهزة الأمنية والعسكرية أكثر قدرة على احتواء مثل هذه الآفة الخطرة التي هل تتحدث عن ميسان فقط؟ تهديد سيادي وتهديد للأمن القومي فضلا عن أمن المجتمع في عموم العراق، ولكن الظاهرة استشرت وتنامت بشكل كبير جدا في ميسان، ولذلك المسألة خطرة. فضلا عن ما يجري من كسر حدود، مجددا عدنا إلى دائرة مفهوم كسر الحدود، وكسر الحدود هو ليس هين. هذه الجماعات التي تتسلل، هناك من يدعمها ويؤمن لها إمكانية تخطي الإجراءات الاحترازية الحدودية ويوصلها إلى مناطق من خلالها تستطيع أن تتحرك بمرونة لاستهداف قطاعاتنا أو لإرباك الوضع الأمني. فإذن من الضروري جدا أن نضع إجراءات احترازية لإيقاف مثل هكذا تدفق قد يؤسس لوجود جماعات جوالة ستكون بمثابة خطر جديد يمثل امتدادا لما يطلق عليه بالجيوش الجوالة يوم كنا نشتبك عسكريا مع داعش. منذ سنوات طويلة والسلاح المنفلت عصي على الأجهزة الأمنية، هل ترى له ارتباطات أكبر تعقد نزعه وتعالج شرعيته، حاله حال المخدرات وكذلك الجريمة المنظمة التي ذكرتها والتي تحظى بدعم سياسي؟ نعم، السلاح الرسمي بالحقيقة لا يشتبك فيما بينه، على اعتبار أنه هو منضبط بلوائح وقوانين صارمة، فضلا عن أنه هو منظور من قبل مؤسسات الدولة ومحدد في نشاطه وفي تحركاته، وعن به السلاح المنضبط. أما السلاح المنفلت فهو لا يخضع إلى ضوابط، لا إلى لوائح، لا إلى قوانين، فضلا عن أنه يناور بطريقة سرية تحت مسمى سياسي أو بدعم سياسي، يجعل منفلت لا يخضع إلى الضوابط واللوائح والقوانين، ويشكل تهديدا للسلم الأهلي دون أن نتمكن من إيجاد روادع، لأن هذه قضية الروادع لا تأتي إلا عبر الفواعل السياسية. إذا غابت الفواعل السياسية وأخذت منح المجاملة، فمعنى ذلك أطلق الفضاء للسلاح المنفلت في أن يمضي باتجاه مشاريعه. وما يؤسف إلى أنه مشاريع السلاح المنفلت هي ليست محلية، وإنما ضمن إطار توازنات إقليمية ودولية. في موضوع آخر سيد أحمد، يعني أعلنت الأجهزة الأمنية عن هويات منفذي مجزرة العظيم، يبدو أنهم قدموا من خارج العراق، كيف استطاعوا الوصول إلى ديالى وهل نتحدث عن تقصير أمني؟ بالحقيقة لا يجوز أن نقول أن الفقر والفاقة والحرمان وحتى البعد الأيديولوجي هو الذي مكن هؤلاء من تجاوز العقبات وتخطي الإجراءات وتجاوز الحدود بهذا الشكل وبهذه الكيفية. هناك من ساهم بإيصالهم إلى هذه النقاط. من الضروري جدا أن لا نعالج فقط الأمور السطحية في مثل هكذا تحديات، وإنما أن نخوض في العمق وأن نبحث عن من هي الجهات التي قدمت لهم التسهيلات وأمنت لهم الدعم المادي والدعم اللوجستي حتى وصلوا إلى هذه المنطقة، فضلا عن تأمين مستلزمات إدارة معركة ليحققوا مباغتة لقطعات رسمية ويوقعوا فيها خسائر. فمعنى ذلك أن هؤلاء جرى تدريبهم تدريب عالي، وإفهامهم آلية التعامل مع ميدانهم غرباء عنه، جاءوا في منطقة، كيف يتعاملون مع جغرافيا المنطقة، كيف يؤمنون الانسحاب المنتظم، لأنه بالحقيقة حينما شغلوا القطاعات استطاعوا أن ينسحبوا على وجه السرعة انسحابا منتظما دون أن تتمكن القوة المطاردة من اللحاق بهم. معنى ذلك هم قد قرأوا الجغرافيا العسكرية قراءة دقيقة. من الذي أمن لهم مثل هكذا مرونة في ميدان هم غرباء عنه؟
ففي تقديري إذا أردنا أن نعالج فنذهب إلى عمق الحدث ولا نسطح القضية ونربطها بفقر واستثمار حالة نقمة اجتماعية أو حالة تردي فقر وبطالة وحالة انكسار وتأمين موارد. هذه الموارد كيف تتحرك؟ كيف تتمكن من انتهاك خصوصية الدول واختراق حدودها بهذا الشكل؟ نعم. لم تكن هناك يد تحركهم. نعم. شكرا لك الخبير الأمني أحمد الشريفي على كل هذه المعلومات.